السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراجعة في درس الزوايا. إذا نلاحظ في هذا الرسم عدة زوايا، هذا الشكل فيه عدة زوايا، مثلا الزاوية AOC، الزاوية CD، الزاوية DOB، الزاوية المستقيمية AOB، أيضا الزاوية AOD والزاوية COB، عدة زوايا كما تلاحظون. في المعطيات لدينا هذه الزاوية، يعني الزاوية DOB أو BOD، نفس الأمر، قياسها 40 درجة. إذا هذه الزاوية قياسها 40 درجة. كلما كان القياس أقل من 90 درجة تسمى زاوية حادة. إذا هذه زاوية حادة. بالنسبة لهذه الزاوية تلاحظون رمز التعامد، يعني أنها زاوية قائمة لأن لدينا رمز التعامد، والزاوية القائمة تساوي 90 درجة. بالنسبة لAOB زاوية مستقيمية كما تلاحظون تساوي 180 درجة. المطلوب هو إيجاد قياس بعض الزوايا هنا في هذا التمرين. إذا قلنا أن الزاوية BOD 40 درجة، الآن CO دي قلنا قائمة. إذا وضعنا الزاوية القائمة للمثلث تنطبق تماما مع هذه الزاوية، فتسعون درجة CO دي 90 درجة. الآن AOC، إذا بالنسبة لهذه الزاوية المستقيمية AOB تساوي 180 درجة. 180 درجة. هذه الزاوية إذا نقصت منها الزاوية القائمة والزاوية الحادة 40 درجة، سيتبقى لدي قياس الزاوية AOC. إذا 180 أنقص منها 40 زائد 90، يعني سأنقص 130. بقيت 50 درجة. إذا AOC أو COA تساوي 50 درجة، قياسها 50 درجة. وقلنا أن COD قائمة مباشرة، أكتب 90 درجة. كما تلاحظون 40 زائد 90 زائد 50 تساوي 180. إذا AOC 50 درجة. الزاوية AOC 50 درجة فهي زاوية حادة. BOD زاوية حادة، إلا أن هذه الزاوية أكبر انفراجا، يعني الفرجة هذه أكبر من هذه. إذا هنا قوس صغير، هنا قوسين، يعني أنهما غير متقايستان. أيضا أحسب قياس الزاوية AOD. AOD هذه AOD، هذه هي الزاوية AOD. والانفراج هو هذا. نلاحظ أن الزاوية AOD هي مجموع الزاويتين AOC و CO دي، يعني 50 زائد 90، 140 درجة. ثم أحسب قياس الزاوية COB. COB وهي مجموع الزاويتين COD والDOB، يعني 90 زائد 40، 130 درجة. فهي زاوية منفرجة، قياسها أكبر من 90 درجة وأصغر من 180 درجة، فهي زاوية منفرجة. أيضا AOD زاوية منفرجة. منفرجة يعني قياسها أكبر من 90 درجة وأصغر من 180 درجة، في حين الزاوية الحادة قياسها أصغر من 90 درجة وأكبر من 0
درجة، أما القائمة فتساوي 90 درجة. الآن أحسب قياس الزاوية AOB. AOB يعني هذا الانفراج كله، يعني 50 زائد 90 زائد 40، فالمجموع هو 180. إذن الزاوية AOB تساوي 180 درجة، وبالتالي نسميها زاوية مستقيمية. كما تلاحظون زاوية مستقيمية عبارة عن مستقيم مركزها O أو رأسها O، رأس الزاوية O، وضلعها نصف المستقيم، النصف الأول، نصف المستقيم الأول OA، والنصف الثاني OB، لأن الزاوية تتكون من نصفي مستقيم. مثلا إذا أخذنا الزاوية CODرأسها O، وتتكون من الضلعين OD وOC، وهما عبارة عن نصف مستقيم. نلاحظ هنا أن O رأس مشترك لجميع هذه الزوايا، لدينا هنا عدة زوايا كلها تشترك في الرأس. وإذا أخذنا مثلا الزاوية AOC وCOD، تشتركان في الرأس وفي هذا الضلع الذي هو نصف المستقيم OC، النصف المستقيم OC الذي رأسه O، يعني البداية من O ثم ليست هناك نهاية لنصف المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.